تشكيلة منتخب مصر، ايه رايك فيها؟ اختار كوبر الاخير لتشكيلة منتخب مصر. كوبر هو اللي بيختار وهو اللي بنتحاسب. في ناس كانت بتقعد تنقد فيه المرة اللي فاتت لما كابتن افريقيا وطلع التاني، والناس كلها قالت ان هو بيفهم. فخلينا نشوف الراجل اللي هيعمل ايه ونشوف بعد الماتش نتكلم يعني، لكن انا متفائل بيه يعني. ايه اهم استعداداتكم لماتش تونس؟ ولا حاجه، مفيش حاجه، مفيش ده، مفيش يعني. الماتش على طول، الدوري شغال، فهيلعب على طول يوم 9 يوم 11 ان شاء الله. طب توقعاتك ايه لماتش ريال ويوفنتوس؟ بتهيألي ريال ممكن يكسب اعتقد يعني.